السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير وانتم كتفرجوا في الفيديو ديالي. اليوم جيت لكم بوصفه جديده بالنسبه للمعكازات في حالي اللي كيتشهاو شي حاجه بنينه، ولكن ما عندهمش الوقت باش يصيبوها، ولا جاهم شي ديسير لا بغاو يحطوا شي ديسير يكون بنين ويكون سهل وما تعرفوش الا عطاوه ليكم ما تعرفوش شنو فيه. اول حاجه غتحتاجوا هي كوكيز كينغ وبيرلي. نتوما عارفين المذاق ديال بيرلي راه بنين، وكوكيز كينغ انا اختاريت هذا علاش حيتاش زوين وبنين وحسن من الكوكيز الاخر. دونك البنات شنو غادي ديروا؟ غادي تشدوا كوكيز، انا ديجا هنايا شديت كوكيزه وفردتو، وغتحتاجوا بيرلي. دونك شنو غادي ديروا؟ غادي تاخذوا بيرلي وغادي تاخذوا معلقه ديال بيرلي هاكم، سمحوا لي، وغتزيدوا معلقه ديال كوكيز. معلقة بيرلي معلقة كوكيز، فوالا كيصبح الشكل النهائي ديالو على هذا الشكل هذا، شوفوا، وبالصحة والراحة.